اقدر اساعدك بحاجه يا فندم؟ انا كنت عايزه اشتري الفستان ده. تحت امرك. هتقيسيه الاول؟ تحت امرك. تعالي اتفضلي معايا البروفه بس نقيسه. خلاص ماشي. يلا تعالي. يلا يا فندم تعالي نقيس مع بعض. ممكن حضرتك بس تغيري ايه ده؟ استني كده، ايه المنظر ده؟ فين يا فندم؟ ايه القطع ده والمنظر ده؟ لا 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 بصي، بس حد بيقيسه فعمل في ايه اللي حد بيقيسه؟ انا مشكلتي ايه اللي انا اشوف المنظر ده؟ عادي يا فندم ممكن. لا 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 مش عادي خالص، انا بلوجر مشهورة على فكرة، تمام؟ وعندي 4 مليون متابع، ولازم دلوقتي اصور الفستان دوت واعمل ريفيو وافضحكم قدام الناس كلها، واخلي المتابعين اللي عندي يشوفوا كل البضاعة المعفنة اللي انتوا حاطينها دي. لا يا فندم، المكان سمعته معروفة، ومعروف ان الماتيريال اللي عندنا كلها كواليتي عالي جدا، دي ممكن تكون سوء تفاهم مش اكتر. كواليتي عالية ايه؟ انت شايفة الفستان عامل ازاي؟ يا فندم لا 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 لا، لو سمحتي لو سمحتي خلاص خلصت الكلام. انا هصور دلوقتي الفستان ده وهعمل ريفيو وهوري كل المتابعين اللي انتوا. بصوا ايه القرف ده؟ لو الفستان عاجبك انت ممكن اجيبه. خلاص خلصت الكلام. لا 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 والله لا، نازل الصور دي كلها في ايه ده؟ بس في ايه؟ مش هينفع. هو ايه اللي في ايه؟ انت مين اصلا؟ انا صاحبه المكان. مين حضرتك؟ طب انا مش فاهمه ايه الناس اللي انتوا مشغلينها دي. ده اول حاجه الدكتور دينا هي الدرس ما فيش اي حاجه، والاستاذه بس. ايوه ايه اللي حصل يا استاذه؟ اللي حصل ان انا عجبني الدرس ده، تمام؟ فجاي ان انا اشتريه كده، قالت لي تعالي قيسي. جايه اقيسه لقيته بالمنظر المعفن ده، تمام؟ انا دلوقتي واحده بلوجر وعندي ملايين المتابعين، لازم اصور الحاجه دي واعمل دلوقتي. بصي هبهدل الدنيا. لا 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 مش مستاهله طبعا. استني انت دلوقتي عشان يعني انت برضك بتوحي. خلاص يا فندم، خلاص يا فندم، مش مستاهله كل الكلام ده طبعا. والفستان هنعمل لك عليه احسن ديسكاونت. لا ولا ديسكاونت ولا غيره، انا قلت هصور وهنزل، يعني هصور وهنزل. لا لا يا فندم، طب بصي الفستان تحت امرك وهتاخديه ببلاش وعليه ميك اب كمان من المكان، وهيتخصم من مرتبها. طب انا ذنبي ايه يا مدام دينا؟ انا ما عملتش حاجه. انت عملتي ان انت ما خليتيش بالك من شغلك. ما انت لو واقفه عينك في وسط راسك ومخليه بالك من المكان مش هيحصل كل ده. انا مش عايزه شوشره للمكان، انت فاهمه ولا مش فاهمه؟ حضرتك الفستان تحت امرك والميك اب كمان هديه من المكان، ولو حبيتي تعملي شعرك ولا اي حاجه عندنا استاف هايل هيعجبك قوي. والله انا مش عارفه اقول لك ايه، انا متنرفزه قوي من ساعه اللي حصل. لا لا ولا تتنرفزي ولا اي حاجه، وتيجي كمان تشربي القهوه معايا في مكتبي. والله انا بصي علشان ذوقك ده واحترامك انا موافقه وخلاص. حبيبه قلبي إيه؟ المكان كله تحت امرك يا قمر. اتفضلي خشي قيسي الفستان عشان لو في اي حاجه، والقطعه دي احنا هنداويها ان شاء الله. خلاص اوكي اتفضلي. ماشي ميرسي. اتفضلي يا فندم. مدام دينا الفستان مفيش اي حاجه، الفستان كان مقطوع قدامك، انت فاهمه ولا مش فاهمه؟ مدام دينا انا لسه كنت عامله تشيك على الفساتين كلها، الفستان ما كانش فيه اي حاجه. ازاي يعني ما كانش فيه اي حاجه؟ امال هو اتقطع ازاي؟ انت مش واخده بالك من شغلك يا صفاء؟ لا يا فندم انا واخده بالي من شغلي، وانت عارفه حاجه زي كده مش اول مره نشتغل مع بعض. طب عموما الفستان هيتخصم من مرتبك يا حبيبتي. مرتبي ايه مدام دينا؟ مرتبي اقل بكتير قوي من سعر الفستان. مش مشكلتي حبيبتي، مشكلتك انت وتحليها مع نفسك ماشي، وشوفي الزبونه عايزه ايه وتعاملي معاها بكل احترام، واللي هي عايزاه تعمليه لها، دي بلوجر يعني ممكن تفضح المكان وتبوظ لنا السمعه ماشي، واتعاملي كويس عشان ما يبقاش اخر يوم ليكي النهارده في السنة. يلا يا صفاء شوفي شغل. يا استاذ الموضوع ده ما يلزمنيش. ازيك يا زينين عامله ايه؟ ازاي حضرتك يا استاذ حسام عامل ايه؟ منورنا. منورك والله. انا جبت لك الفستان. هم هيشيكوا عليه بره. معلش لو ينفع اتدخل بس في حاجه شفتها بعيني دلوقتي وانت بتتكلمي مع البلوجر دي اللي بتقولي. لا ده موضوع تافه، ما تركزش انت فيه، انا حليت الموضوع. بس انت خصمتي حق الفستان من البنت اللي هي شغاله عندك، وهي اصلا يعني غلبانه جدا، بس انا شفت حاجه بعيني الصراحه وانا جايب الفستان من البال، لقيت البنت البلوجر دي ماسكه مقص وهي اللي بتقطع الفستان بايدها. معقوله؟ انت متاكد يا استاذ حسام؟ والله شايفها بعيني اقسم بالله، فحتى انا مش عارف اصلا انت ازاي ما راجعتش الكاميرات وصدقت البنت اللي شغاله عندك. طب راجع الكاميرات. يعني راجع كده ربع ساعه من الوقت ده هتلاقيها بتعمل ايه في الفستان وتقدر تتكلم معاها. صح انا هروح اراجع الكاميرات فعلا. كويس انت قلت لي حاجه زي كده. بسرعه يلا. ماشي حضرتك خليك واقف هنا عشان ما تطلعش تمشي ماشي. طب روحي انت بسرعه يلا. ايه يا قمر عجبك الفستان؟ عجبني. انا هوريكي حاجه تانية هتعجبك اكتر. بصي كده ايه رايك؟ ايه انا مش عارفه. الفيديو ده لو نزل هيطلع احلى ترند، هتبقي قمر في الترند يا جميله. طب بصي والله العظيم انا اسفه، صدقيني انا ليا ظروف هي اللي خلتني اعمل كده.
ايه ظروفك؟ انت المفروض بلوجر يعني ومعاكي فلوس. انا ولا بلوجر ولا ليلى. انا بصي هقول لك على حاجه، انا عروسه وفرحي قرب وما كانش والله العظيم معايا اي فلوس اللي انا اجر فستان، فاضطريت ان انا اعمل كده غصب عني. والله غصب عنك بقى مش غصب عنك، دي مش مشكلتي. انت لو كنت جيتي وقلت لي ان انت يتيمه وان انت محتاجه فستان وميك اب كنت هعمل لك احلى ميك اب وهديكي احسن فستان في المكان، لكن الطريقه اللي انت عملتيها دي طريقه غلط. انت خليتي بنت تتخصم منها حق الفستان، حق الفستان ده ما يكملش حتى الشهر بتاعها، واقفه شقيانه واقفه على رجليها طول النهار علشان تصرف على اهلها، وانت في الاخر بكل بساطه كده تيجي تبوظ لها سمعتها، وكمان كنت هتقطعي عيشها من المكان. خلاص يا استاذه والله العظيم انا اسفه، انا عندي استعداد اعتزل البنت دي والله. بالله عليكي نتصل بقى لا لا بالله عليكي عشان خاطري ابوس ايدك حتى، انا اسفه والله العظيم هعمل كده تاني. لا انا لازم أتصل. خلاص يا استاذه بالله عليكي انا بنت برضو، كنت ترضي لي اعمل فضيحه؟ طب ايه رايك بقى انزل لك الفيديو ده يطلع ترند؟ ترند؟ انا مش بلوجر اصلا بعد اذنك. انا اسفه بالله عليكي، بالله عليكي انا اسفه، انا بس بسمحك بس تسامحيني انا اسفه. انا مش عارفه اعمل معاكي ايه، بس عموما انا هكتفي بتهزيئك دلوقتي وتمشي من هنا وانتي بالمنظر ده، بس خليكي فاكره ان انتي عملتي حاجه غلط. يلا ربنا يسامحك، اتفضلي اطلعي بره. سامحيني انا اسفه. اسامحك؟ اطلعي بره. مش عارفه الناس بقت ايه، الناس بقت فظيعه، الفلوس هبلتكم. صفاء انا عارفه ان انا غلطت في حقك في الموقف ده، بس انت شايفه ان هي واحده بتزعق. بس يا مدام دينا احنا مش لينا يوم ولا اتنين مع بعض، احنا بقالنا شهور وبقالي فتره كبيره معاكي ومش اول مره تشتغلي معايا. انا عارفه ان انت شاطره وعارفه ان انت بتخلي بالك من شغلك وبني ادمه محترمه، وانا يزيدني شرف طبعا ان انت شغاله معايا، بس انت شفتي الموقف، انت لو مكاني كنت هتتصرفي ازاي؟ اكيد بس برضو انت اكيد عارفه ان اللي معاكي حد كويس جدا، اكيد ان المكان دوت زي ما هو مكانك اكيد هو مكاني، زي ما انت حضرتك برضو بتبقي واثقه فينا احنا لازم نكون قد الثقه دي. عموما انا اسفه جدا ليكي، وليكي مكافاه نص شهر عندي علشان ما تبقيش متضايقه، وصدقيني الموقف ده مش هيتكرر تاني، وكويس ان احنا عرفنا الحقيقه، لولا الاستاذ اللي كان واقف هو اللي وضح لنا الحقيقه كلها. ميرسي يا مدام دينا، بس عايزه اقول لحضرتك بعد كده ركزي بس مع الناس، بيجي لنا ناس كتير قوي. انا اللي عايزاكي تركزي. انا مركزه، انا بقول لك انا لسه عامله تشيك دلوقتي على الدريسات كلها. برضو اي زبونه تخش تقفي جنبها تخلي بالك من الشغل علشان على هي فكرة اصلا. انا لسه داخله حالا لقيتها توترت مره واحده، انا قلت ممكن اتربكت بس من اللي انا جيت لها مره واحده، بس انا فكرا هي معرفش هي ازاي كده. عموما حصل خير، يلا انت نص يوم النهارده. طيب يا مدام دي، باي باي حبيبتي. باي. لا حول ولا قوه الا بالله. هاي يا بنات عاملين ايه؟ معاكم صفاء من اتيلي وكوافير عروستي، النهارده معانا حسام، هنوريكم برضو ازيك يا حسام. انا طبعا ما خدتش مكافاه يا جماعه، انا قلت لها الحقيقه ما خدتش 10%. لا يا فندم ما خدتش ولا حاجه. اه الا على البنوته اللي قطعت الفستان، ما ينفعش كده خالص. حاجه طبعا انا كنت بقول اخد فستان حلو زي ده. اه طبعا على الكاميرا كده شايفين الفستان حلوه ازاي، اطلعي كده عليه جميل جدا. بص الاستايلات يا جماعه، جنان عند صفاء تحفه بجد، الفساتين تحفه. ورا الفستان ده كمان جميل ازاي، يعني بجد يعني سنتر عروستي، يعني بصي هتبقي من احلى الاماكن اللي انتوا ممكن تشرفونا فيها. تحفه يوم فرحي. اكيد طبعا، خطوبه فرح اي حاجه، اي حاجه سواري، عايزين تعملوا هارد جيل، عايزين تعملوا تنظيف بشره، لاشيز وان باي وان. النهارده طبعا كان معانا حسام والستاف بتاعه القمر جدا، البنات بجد عسلات شاطرين قوي 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 قوي، من كتر ما هم بجد شاطرين انا خفت منهم، حسيت ان الموضوع حقيقي بجد. هم بجد شاطرين جدا، محترمين جدا جدا بجد، من الناس بجد الواحد مبسوط قوي ان هو اتعرف عليهم. ومبدئيا حسام، وفي شوشو العسل اللي هي طبعا بتبقى ورا الكاميرا هي اللي بتصورنا، من احلى الشخصيات اللي موجوده معانا يا جماعه. هنا مكاننا عروستي عن شبرا الخيمه، شارع 15 مايو بجوار كوكا انديس. المكان اسمه عروستي، احنا هنا كوافير واتيليه خاص بكل حاجه، بتنظيف البشره، الصبغه، هارد جيل، سكين كير عميق يا فندم، حضرتك عايزه تعملي خصل، عايزه تعملي فيك نيلز، كل حاجه متاحه في سنتر عروستي. طبعا هستناكم طبعا كلكم تنورونا. طبعا كلنا بيقابلنا مواقف كتيره قوي، بيجولنا زباين محترمه كتير طبعا على راسنا، وبيجيلنا زباين برضو بتخلي عيني العملاء اللي يعني البنات اللي موجودين يعني
بتتكلموا بطريقه مش كويسه. لازم يا جماعه نعرف ان دي بني ادمه زينا زيها، ولازم نعرف ان قد ايه البني ادمه دي بتبقى موجوده طول اليوم عشان في خدمتك. اكيد لازم تحترميها زي ما هي بتيجي بتحترمك. لازم تبقي حاسه ان الموضوع احنا مع بعض هنا اسره مع بعضينا، فلازم الموضوع فيه احترام طبعا. ولا يا حسين؟ طبعا طبعا. لولا الاحترام اللي ما بين اي حد والتاني اكيد مش هيبقى فيه اي اخلاق، لان احنا دلوقتي الموضوع بقى صعب جدا. حسام طبعا من الناس اللي على خلق بصراحه. لا بصراحه يعني انا بجد مبسوطه على الصدفه الحلوه اللي جمعتني بحسام وعروسته والبنات الامارات برضو اللي موجودين معانا. الله يخليك بجد. احنا بقى لنا سنه ويا جماعه، وعقبال 100 سنه طبعا واحنا مع بعض. احنا مبسوطين جدا. بس في حاجه خير عاوز اقولها. اتفضل يا حسام. عاوز 100 جنيه بتاع البت دي. ماشي يا جماعه، اتصورت مع حسام وما ادتلوش. هي عندها 100 جنيه يا جماعه مش عايزه تضايق. شو هي؟ ماليش دعوه. ماليش دعوه يا حسام. بجد يا جماعه انا بجد مبسوطه جدا ان انتوا كنتوا معانا، والمكان نور بيكم بصراحه. بجد بجد نورتنا يا حسين. ده نورك، ده نورك بامانه. ماشي يا جماعه، واللي يشوف ماجا ليه 100 جنيه عندها. في 100 جنيه يا جماعه هنا، مش هينفع، مش هنمشي غير بيها. ماشي، يلا مع السلامه.